دي 14 معتز انه اللي طلع ونزل مكانه عبد الله ابراهيم وتتلعب حلو قوي، هيلف وسطه ولف وسطه الراجل، الراجل لف وسطه ياسر 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 ابراهيم. لسه بقول لحضراتكم الزمالك على اعتاب هدف، شكل المباراه بيقول كده. اوباما نزل صلح الوضع، ومصطفى فتحي نزل صلح الوضع، كان حازم هو البطل عافيه، انما الكره ما فيهاش عافيه، فيها نوع من التراوي والمخ والابتسامه على طول. احمد سليمان اهو ومجلس الاداره ومستشار مرتضى واحمد جلال. وفي الدقيقه يعني الزمالك واحد بهدف لياسر، بصوا حضراتكم مرفوعه حلو قوي وضربه راس قوي من محمود فتح الله وتنزل لزميله ليه ياسر. يا سلام يا ياسر، يا اول كره صح يلعبها مؤمن من الكرات الثابته، وكره حلوه حلوه، اتنين سنترافات ينقذوا نادي الزمالك. صد ضرب الجزاء، بص احمد علي حته عافيه ومشى وممكن يحط هدف وحط هدف. القوه بتاعت احمد علي واختراق احمد علي والهدف الخامس لاحمد علي، وبعد عناء شديد جدا ومجهود شديد جدا وغيره قويه، غيره ايجابيه بعد لما لقى الاولاد بداوا ياخدوا بدن النجوميه واخاف على نفسي بقى ولازم انا اقول اهو. فبالتالي احمد علي استغل قوته، القوه اهو، وسع يا جدع ودخل وما فيهاش اي حاجه وحط هدف جميل قوي 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 قوي. احمد علي احمد علي هدفه الخامس السنه دي، احمد علي يحط الهدف الثاني لنادي الزمالك كده، ارتاح واستراح. وهو يا سلام على الثلاث نقاط وحلاوتها، واحمد علي يتنفس والابتسامه تعود في المدرجات